الموت يفجع أحلام بأقرب الناس. عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن حزنها بسبب وفاة إحدى قريباتها، وهو ما كشفته من خلال حسابها على إنستغرام، وكتبت: بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي روضة بنت سالم بن حايز المحيربي، أرملة عمي أحمد بن هزيم الشامسي الله يرحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار. وتلقت على إثر ذلك الكثير من التعليقات التي تضمنت عبارات التعزية، حيث تفاعل معها أكثر من 48 ألف متابع في الساعات الأولى بعد النشر. وكانت أبرز المعزين الفنانة السورية شكران مرتجى التي كتبت: البقية بحياتك، والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين التي علقت: الله يرحمها، عظم الله أجرك. كذلك حصلت الفنانة على تعاطف الفنانات سميرة سعيد ولطيفة وجمانة مراد ورؤى الصبان، إضافة إلى النجم المغربي سعد المجرد.